اهلا بكل مشاهدينا من جديد. هيئه الارصاد بتتوقع ان الطقس النهارده يكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه الغربيه، ويكون مائل للحراره على السواحل الشماليه الشرقيه ووسط سيناء وجبال البحر الاحمر، وشديد الحراره على محافظات ومدن شمال وجنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء. قبل ما نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره، خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن حاله الطقس من الدكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئة الأرصاد الجوية واللي موجودة معانا على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتورة. صباح الخير على حضرتك أستاذة منة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا دكتورة منار. النهاردة درجة الحرارة 33 بارتفاع درجة واحدة عن امبارح، وبارتفاع 3 درجات عن أول امبارح. واضح إن احنا الموجة الحر ابتدت تقرب علينا أكتر. بالفعل يمكن هو اليوم هيكون ذروه ارتفاعات درجات الحرارة، لأن احنا بالفعل بدأنا ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من أول أمس. إن شاء الله تكون ذروتها اليوم، والمتوقع تكون العظمى على القاهرة الكبرى 33 درجة مئوية. معظم الكتل الهوائية اللي بتأثر علينا هي كتل هوائية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، في زيادة لفترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، فده بيساعد على الإحساس بارتفاع درجات الحرارة والإحساس بالأجواء الحارة خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، أيضا محافظات شمال الصعيد، بعض المناطق كمان من سواحلنا الشمالية. طبعا كمان الحالة الجوية في سواحل الشمالية الشرقية بتكون معتدلة خلال فترات النهار، هتبقى الأجواء خلال فترة النهار شديدة الحرارة على محافظات جنوب الصعيد. خلال فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس درجات الحرارة طبعا بتنخفض بشكل كبير، في فرق بيوصل حوالي 10 درجات بين العظمى والصغرى. الأجواء خلال فترات الليل هتكون لطيفة تماما على أغلب مناطق الجمهورية، طبعا المناطق الموجودة في شمال البلاد، أما المناطق الموجودة في جنوب البلاد الأجواء هتكون معتدلة تماما. يمكن اليوم بإذن الله هنلاحظ نشاط للرياح على القاهرة الكبرى، محافظات الوجه البحري، بعض المناطق كمان من شمال الصعيد، ده ممكن يساعدنا شوية في الإحساس باعتدال في الأجواء خلال فترات المساء تحديدا. متوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة إلى غدا الجمعة إن شاء الله، بس هتنخفض بحوالي درجة، يعني غدا لسه متوقع استمرار درجات الحرارة تكون 32 درجة على القاهرة الكبرى، لسه في الأجواء الحارة خلال فترات النهار. يمكن متوقع إن هي يبدأ انخفاض في درجات الحرارة على سواحلنا الشمالية الغربية غدا إن شاء الله، هيبدأ انخفاض في درجات الحرارة تنخفض بحوالي 5 لـ6 درجات، الأجواء هتكون معتدلة خلال فترات النهار. ومع يوم السبت إن شاء الله الانخفاض ده هيشمل أغلب قطاعات الجمهورية أو كافة قطاعات الجمهورية، لأن احنا متوقع أن يكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية يوم السبت القادم إن شاء الله. درجات الحرارة تنخفض بحوالي 5 لـ6 درجات، هتنخفض وتوصل لـ27 درجة مئوية على القاهرة الكبرى. خلال فترات النهار وخلال فترات الليل أجواء معتدلة تماما خلال فترات النهار، مائلة للبرودة خلال فترات الليل، لأن احنا طبعا يوم تحديدا السبت والحد هنتأثر بوجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، فهيحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم. كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا هنا على البحر المتوسط، فده هيساعد طبعا على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة. أكيد. دكتورة منار، تابعتي معانا بطبيعة الحال حلقتنا النهاردة، وحضرتك شفتي إن حلقتنا النهاردة مخصصة عن المناخ. عايزين نتكلم عن المناخ السنة دي، هل نقدر نقارنه بمناخ السنة اللي فاتت ونقول إنه يعني بقى ثابت، ولا لأ كل سنة بيتغير وبنشوف ظواهر جوية وظواهر مناخية مختلفة تماما عن السنة اللي قبلها، وده اللي إحنا يعني يمكن كناس عاديين بقى غير الخبراء بنبقى شايفين ده وحاسينه؟ يمكن الحالة الجوية خلال هذا العام كلنا حاسين باختلاف عن العام الماضي، يمكن العام كمان اللي قبله. احنا بالفعل في تغيرات مناخية بدأت تأثر على جمهورية مصر العربية، بدأنا نحس بتغير في الأنماط الجوية عن السنين الماضية، ويمكن تحديدا خلال هذا العام حسينا بالبرودة خلال فصل الشتاء وانخفضت درجات الحرارة بشكل كبير جدا، وقعدنا أكثر من 15 يوم في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. هكذا طبعا فصل الربيع كمان، احنا دايما فصل الربيع كنا بنشهد موجات ارتفاعات في درجات الحرارة بتتجاوز ال 40 درجة مئوية. إلى الآن في فصل الربيع وإحنا هم بدأنا النصف الثاني من فصل الربيع، يبقى شهر فقط على انتهاء فصل الربيع، الأجواء معتدلة تماما، بنشهد ارتفاعات طفيفة فقط في درجات الحرارة، ده
بدأنا نشهد اختلافات في درجات الحرارة في فصل الصيف، بدأت فترات أو طول مدد الحالات الجوية أو طول مدد ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاض درجات الحرارة بدأت تبقى أكتر، لأن احنا كنا بنشهد خلال الأعوام الماضية يوم أو يومين ارتفاعات في درجات الحرارة وترجع مرة أخرى تنخفض. طبعا كميات الأمطار وفرص الأمطار اللي بدأنا نلاحظها في مناطق ما كناش بنشوفها بالشكل الكبير، زي طبعا حالة أسوان لما حصل فيها سيول، الأسكندرية كميات الأمطار فيها بقت أعلى من المعدلات، فطبعا حصل تغيرات مناخية. وإحنا هنا في الهيئة العامة للأرصاد الجوية دايما بنشتغل على، إحنا طبعا عشان نقول تغيرات مناخية بندرس الحالة الجوية أو المناخ بتاع 50 سنة فاتت، واحنا طبعا عندنا داتا مناخيه في الهيئه العامه للارصاد الجويه لاكثر من 200 سنه، وبالفعل في تقارير بتطلع بتقول ان في تغيرات مناخيه بتحصل في العالم كله، بالتالي في جمهوريه مصر العربيه. اكيد. كل الشكر ليكي دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده في مختلف مدن ومحافظات مصر، ونبتدي بالقاهره اللي العظمى فيها 33 والصغرى 21، الاسكندريه 30-19، مطروح 30-19، سيوه 35-20، بورسعيد 27-19، دمياط 27-20، الاسماعيليه 33-20، والسويس 33-20. العريش العظمى فيها 28 والصغرى 18، طابة 33-21، كاترين 27-14، شرم الشيخ 35-24، الغردقة 34-24، الفيوم 36-25، بني سويف 36-22، والمنيا 37-22. أسيوط العظمى فيها 37 والصغرى 22، سوهاج 38-23، قنا 39-23، الأقصر 40-24، أسوان 41-25، الوادي الجديد 40-25، شلاتين 35-23، أما حلايب العظمى فيها 30 والصغرى 22. وبكده نبقى استعرضنا النهاردة بيان مبدئي بدرجات الحرارة في مختلف مدن ومحافظات مصر. خلينا على طول نرجع لهدير والمصطفى نكمل معهم باقي حلقتنا.